ننتقل معاكم لموضوع مهم، العين. تعتبر العين واحدة من أهم أعضاء جسم الإنسان، وهي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فيها يرى الإنسان ويبصر هذه الحياة ويشوف الطبيعة والألوان الحلوة. كلها أمور حلوة، ولكن على الإنسان أنه يدرك أهمية هذه النعمة ويعتني فيها حتى يحافظ على صحتها وسلامتها. يسرنا اليوم في شاي الضحى استضافة الدكتورة منى العنزي، استشاري وطب وجراحة عيون. صباح الخير. صباح العافية دكتورة، حياك الله. صباح الخير دكتورة، منورتنا في شاي الضحى. الله يسلمك. في البداية دكتورة، حابين نتكلم عن الأمراض الأكثر انتشارا الخاصة في العين، شنو هي؟ الأمراض بالنسبة لدولة الكويت الأكثر انتشارا هي أساسا مرض الشبكية بسبب مرض السكر. فمثل ما نعرف أن مرض السكر يأثر على قطاع كبير من المجتمع، ويأثر على الكبار والأطفال بنفس الشيء. يمكن ستايل الحياة بالكويت بعد يساعد على ظهوره أكثر، وممكن ظهوره في عمر الشباب يخلي الشباب مو واعيين بمشاكله لين تظهر، وإذا ظهرت يصير علاجها صعب. فمرض الشبكية السكري هو يعتبر من الأمراض اللي نقول تشالنجينج في الكويت، اللي وايد تستقطب طاقات من أطباء العيون، تدريب عالي من أطباء العيون، وأجهزة كثيرة تتكلفها الدولة، وأدوية من أغلى الأدوية. مع هذا يعني إن شاء الله النتائج تكون زينة على المدى الطويل إن شاء الله. هذا بالنسبة لمرض الشبكية. بعد في من الأمراض الشائعة عند الكبار والأطفال وجود المياه البيضاء. نعم. هذا المياه البيضاء هو يعتبر أن أغلب المرضى إذا عاشوا بإذن الله عمر طويل يصيبهم، أو كل المرضى كل البشر يعني. يعني معرضين يصير فيهم المشكلة بالعين. يعني نشوف الماء الأبيض كأنه الشيب بالعين، يعني أي. الكل بيصيبه شيب، بس أي عمر. هذا يعتمد على حالته الوراثية، وجود أمراض ثانية، هل في إصابات في العين. نعم. وطول عمره. طيب دكتورة، يعني هل الأمراض هذه الخاصة ومتعلقة بالعين تتعلق بالمواسم؟ مثلا فصل الصيف في أمراض معينة مثلا تصير حق العين، وفصل الشتاء ما نحن في موسم الشتاء والجو متغير أيضا. هو جونا متغير، مثلا في مواسم معينة بالنسبة للأمراض الحساسية تزيد في فصل الصيف. شوية الممارسات عندنا في فصل الشتاء بالكويت يكونون سعيدين، يروحون وايد المزارع، فهذا يزيد عندهم بعض أمراض الحساسية، يمكن الفحم بعد. أيوة دكتورة. أيوة. إيه؟ هذا يعني عشق أهل الكويت بالنسبة للمتع والنزه، يزيد هذه الأمراض الحساسية. فمفروض أوكي إحنا نستمتع، بس بنفس الوقت ناخذ محاذيرنا ونحط الأدوية أو القطرات المساعدة على أن نتجنب أمراض الحساسية. لأن أحيانا تكون لها عواقب سلبية على المدى الطويل. نعم دكتورة، لو بنركز على المرأة وعين المرأة، يعني أتوقع الحين أي سيدة لازم تستخدم الميك اب، رموش، عدسات، كل هذه الأمور شلون ممكن تأثر على العين بطريقة سلبية، وهل ممكن تسبب أمراض على المدى البعيد؟ هو يعني من حق الإنسان أنه يستمتع ويتجمل أكيد طبعا، خصوصا نعم. المرأة الميك اب يأثر بصورة سلبية أنه يزيد الجفاف، يزيد التصبغات حوالي العين، ينقل العدوى من شخص لشخص إذا كان الميك اب مختلط، يعني إذا وحدة تحط وغيرها يحط فهذا أكيد ينقل من العدوى من نفس الأدوات. من يعني نفس الأدوات. إيه؟ العدسات اللاصقة طبعا لها مشاكل كبيرة، أهمها أنا أعاني مع العدسات مستحيل أقدر ألبس عدسة. لا ممكن نقدر نساعدك أنك تلبسين عدسة إذا خذيت القطرات المناسبة قبل استخدامها. العدسة طبعا هي أهم أو مشاكلها أكثر بكثير من استخدام المكياج، لأن العدسة كأنها تكون حامل للميكروبات وايد مزعجة وضارة بالعين، ممكن الأميبا، ممكن الالتهاب الفيروسي، كلها ممكن تسبب التهاب في قرنية العين أو تقرحات في قرنية العين، اللي هي أحيانا يكون علاجها صعب، ولو تشافت تنتهي بندوب إذا كانت في مركز الإبصار، راح تأثر على الإبصار على المدى البعيد. يعني في وايد مشاكل تصير بالعين دكتورة، إحنا دائما يعني لما نشوف مثلا العين نقول التهاب بالعين، جفاف بالعين، ما ندري إن في أمور أكبر من كذي ممكن تتعرض لها السيدة تحديدا، نقول لأن في يمكن على طريقة كل شخص واستخداماته، وإحنا يمكن أبرز الأمور الميك اب اللي هو قاعد يسوي لنا كثير من المشاكل. طيب هل ممكن إحنا نستخدم خلينا نقول العدسات، المكياج،
بطريقه ممكن ما تاثر او تقلل هالمشاكل اللي ممكن تصير حق العين وحوالين العين ايضا؟ هو الميك اب اكيد الكل يقدر يستخدمه، بس مثل ما قلنا انه يكون الميك اب لبروحه ما في مشاركه، أن يلتزم بتنظيفه يوميا بالليل بصورة جنتل، يعني بصورة خفيفة عشان ما يزيد، يعني مو فرك العين وبصابون هذا كله يسبب مشاكل؟ لا ما يصير، لأنه ممكن يسبب التهاب حساسية ويسبب تسودات وتصبغات دائمة حوالي العين. الميك اب ممكن نستخدمه حسب المناسبات، إذا في مناسبة ثقيلة نحط ثقيل أوكي، أما إذا في مناسبات خفيفة أو استخدام يومي نحطه بطريقة مختلفة، بمعنى أن نتفادى أن نحط الألوان داخل العين، يعني على الخط اللي بين الرمش والعين في الكحل داخل العين. أيوة داخل العين نقلل نسبة استخدامه. نعم. نقلل نسبة استخدام المسكرة الدائمة لأنها تثقل على الرموش ممكن تطيحها، أو اللي ووتر بروف كنا هذه اللي تسبب نقللها شوية نخليها للمناسبات، فهذا ممكن يمشي الحال. بالليل نستعيض بكريمات تغذي البشرة، تغذي الجفون. نعم. اللي تحتوي على هايلونيك أسيد مثلا أو جرين تي، فالكريمات اللي تساعد على الترطيب وبنفس الوقت على أن تعطي الجفن فوليوم، تعطي حجم أكبر ومرونة أكثر للجلد يعني. نعم. دكتورة هذا بالنسبة للمكياج، يعني شلون ممكن إحنا نتعامل مع المكياج بطريقة نحمي فيها عيننا. العدسات ذكرتي قبل شوي من خلال حديثك أن في سايد افكت، يعني في ممكن تسبب جفاف وغيرها من الأمور اللي ذكرتيها حضرتك، شنو ممكن السيدة تسوي أنها تحمي عينها ونفس الوقت تبي تستخدم العدسة؟ احنا نعرف ان العدسات هي اساسا ابتدت لها استخدامات طبية. أي. فهي احيانا تكون جدا ضرورية لبعض الاطفال اللي عندهم مشكلة بعين واحدة مو بالعين الثانية، لانهم غير قادرين عليهم يلبسون نظارة. وممكن هي تفيد المرضى اللي عندهم تحدب متزايد، يعني كيراتوكونس بالقرنية، فهذا لازم ان نستخدم لهم العدسات. لكن بالنسبة للفئة التجميلية طبعا طالما احنا لازم نستخدمها طبيا فما نقدر نقول للناس لا تستخدمونها جماليا، فبالتالي ان كل مريض او كل شخص يحتفظ بعدسته بروحه. في يعني سمعنا ان مثلا بعض الانسات الصغار ممكن يتبادلون بعض العدسات عشان الوانهم، ممكن الشخص نفسه يستخدم العدسه مده اسبوعين وبعدين يرميها حتى لو كانت ملونه، يعني ما يتركها مده طويله ويستخدمها مره ثانيه. نعم. ما ينام فيها. معقولة في حد ينام بالعدسة؟ في ناس انا بس ساعات بس بالتصوير ما اتحمل. كثير. لا كثير، خصوصا الشباب اللي توهم يلبسونها مده طويله ينامون فيها، يعني ما يتعدى مفروض لبس العدسه 4 ساعات، ونغسلها بمحلولها وبالقطعات المرطبه قبل ما نحطها بعيننا. ما نتركها، سوري، في بعض الناس يغسلونها بالماء العادي ماء الحنفيه، فهذا وايد مو لها محلول خاص ينقص لها. طبعا بس في ناس يعني ياخذون الامور بسهل ما شاء الله ابداع، يعني في بعض الناس للاسف في ناس حتى تعطي معلومات خاطئه. دكتوره مثلا انا سمعت يعني مره واحده تقول غسلوها بالماء والصابون وحطوا فيها محلول، انا ما ادري، يعني نصايح غريبه صراحه. لا 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 ما يصير. وما فيها اي ابدا، بالعكس وايد خطر، لان احنا نعرف الجرثومه اللي اسمها الابيمبا موجوده بالماء الحنفيه عادي، فهي من أهم الأسباب التقرحات العين، وبعدها يصير النظر مو طيب، يعني ينتقل حق العين بشكل مباشر للقرنية. دكتورة إذا نبي نتكلم عن مرض المياه البيضاء، حضرتك ذكرتي أيضا ممكن يصيب الأطفال، شنو أسبابه؟ يعني هو عادة يحوش الكبار، شو اللي يخلي الطفل معرض لهذا المرض؟ هو الماء الأبيض يكون ولادي عند الأطفال بسبب وراثي أو غير وراثي، يعني في قابلية وراثية عند بعض العائلات، أو أنه يكون بسبب أمراض في العمليات الأيضية الميتابوليزم، أو بسبب عدوى أثناء الحمل الأم بالطفل. بغض النظر عن الأسباب، احنا لازم اذا نشوف الماء الابيض ياثر على نظر الطفل لازم نشيل الماء الابيض مبكر، يعني خلال الشهرين الاوليين من حياه الطفل. طيب دكتوره قلتي لازم ينشاله، هو طبعا نتكلم عن هي عمليه بسيطه ممكن تسوونها؟ هي عمليه بسيطه. شلون ممكن تتم يعني؟ هو نسوي فتحه صغيره على الحد اللي بين القرنيه اللي هي سواد العين. أي. وحد
السكليرا. نعم. احنا عندنا فيديو توضيحي دكتوره، بس يا ريت تشرحي لنا على الفيديو اللي قاعدين نشوفه الحين. هذه عمليه في مريضه كبيره، اي هي زارتنا الاسبوع اللي طاف، وللاسف كانت في عيونها اثنين هم ما تشوف فيهم، اي فاحنا نسوي القطع على الحد اللي الفاصل بين السواد والبياض، قطع صغير 2.5 ملي. نعم. هو هذا يلتئم بروحه يعني، وبعدين نفتح نحط جل داخل العين عشان يحافظ على الحجرة الأمامية. نعم. وبعدين نفتح الحافظة الأمامية للعين بعد ما نلونها بلون أزرق. نعم. إذا فتحنا الحافظة الأمامية للعين نبتدي نكسر الماي الأبيض داخل هذا هني، هذا الصبغ، الصبغ الأزرق الحافظة. نعم. عشان نصبغ الحافظة نتركه كم ثانية وبعدين نغسله وبعدين نفتح الحافظة الأمامية. نعم. إيش كثر تأخذ العملية وقت، وإيش كثر ممكن بعدها المريضة تتشافى يعني؟ هو العملية ممكن تأخذ بس 14 دقيقة. نعم. يعني بسيطة. ربع بسيطة. نعم. لكن هم ممكن توصل ساعة. ليش؟ إذا المريض مثل المدام اللي عندنا هني ترك عينه مدة طويلة، طبعا هي عمليته ما أخذت وقت، لكن يترك الماي الأبيض لين يزيد، وراح يبقى يزيد اعتقادا منهم بعض الناس أن لا هذه عيني أنا بخليها بتركها، يعني أنا راح ممكن يصير في حل أني راح أشوف. هو هذا العلاج الأساسي والوحيد الماي الأبيض هو العملية. يعني مبدئيا هو سهل دكتورة أنه هو ينشال وما يسبب أي خطورة ومضاعفات مثلا حق المريض نفسه؟ هو ما يسبب أي خطورة، 99% من الحالات يعني على مستوى العالم تكون زينة. أي. في ريسك بسيطة مثل يعني في نسبة مضاعفات، نسبة المضاعفات هذه وارد أنها تصير أقل من 1%. نعم. أوكي. فنسبة قليلة، غالبا أو يعني أكثر من غالبا نقول أن الحمد لله الحالات تتم بسلامة. المريض ثاني يوم يشوف تقريبا 6/6 ويكون سعيد ما شاء الله، يعني بس ما له داعي يخافون إيجابية. يعني إيه ما له داعي، وبعدين الخوف ما راح يخلصه من المشكلة، بتواجه المشكلة صدق. تخلص منها بعدين خلاص. هي لأن موضوع العين دكتورة يخوف الناس شوي، يعني يتحسسون من هالموضوع هذا. أكيد يعني إحنا مقدرين هالشيء، بس هذا هو الحل فعلا. يعني لازم تتخذين الحل عشان تعيشين حياتك، وفي ما نقول العين وظيفتها الابصار بالضبط، فاذا ما يشوف. نعم. وقاعد نشوف الحين ما شاء الله دكتوره ان الطب وايد تطور. اذا بننتقل لنقطه ثانيه، يمكن هذه النقطه كثير من السيدات يسالون عن الهالات السوداء، شنو علاجها؟ الهالات السوداء احنا عشان نعالجها لازم نعرف اول شيء اسبابها ونحاول نتفاداها. التعرض للشمس الزايد، إذا المريض مو شايف يحتاج نظارة، عدم لبس النظارة يسبب له هالات سوداء. عدم اهتمامه بصحته، بمثلا عنده فقر دم، عنده جفاف، عنده حساسية حوالي عيونه زايدة بالجلد عموما وحوالي عيونه، يسبب له تصبغات. ومن أهم الأسباب هو أنه في عامل وراثي، هو الجلد مو بس يكون نوعيته مو زينة، يكون فعلا في صبغة زايدة، ميلانين زايد. وفي بعد أن الجلد اللي حوالي العين أصلا طبيعة يعني يكون رقيق، صح. وهو تحته على طول العضلة، ما في دهون تساعده. نعم. وبعد التقدم بالعمر طبعا أكيد من أهم الأسباب للهالات السوداء. نعم. فإحنا إذا عرفنا هذه الأسباب مفروض مثلا أوكي أنه يأخذ نوم كفاية، يتغذى زين، ياخذ نوم كفايه، يتغذى زين، لازم يستخدم نظاره شمسيه خصوصا في جونا، يحط واقي شمس يوميا. وبعدين ندخل الاشياء المساعده، الاشياء المساعده نختارها على حسب هو خفيف ولا الكريمات يعني دكتوره. ايوه. الكريمات في نوعيات كريمات متعدده، بس احنا يعني هم تقريبا نوعين فصيلتين، اللي ثلاث فصائل اللي ينفعون. الفصيله الاولى اللي هي الكريمات المبيضه، وهي زينه تساعد وايد تساعد، بس عيبها انه لازم يستخدمها الشخص مده 7 أسابيع متواصله لين يحصل نتيجه. عادي مو مشكله، المهم انه ما يكون شيء جراحي. كريمات في سيدات يستخدمون الكريم مره مرتين يقول ماكو نتيجه. لا ما يصير، لا لازم يستخدمونه، ممكن يستمرون استخدامه لثلاث اشهر او سنه، بس بعد من عيوبه انه يسبب احمرار وحساسيه بالعين. وفي الكريمات المغذيه اللي تحتوي على فيتامين سي وجلايكول أسيد
والشاي الأخضر يعني منتجاته. نعم. وفي الكريمات اللي تعطي فوليوم اللي هي اللي تعطي يعني تحسن نوعية الجلد مو بس لونه. نعم. اللي هي هايلورونيك أسيد. وبعد ما ننتقل من الكريمات في عندنا يعني للأكثر حدة من الهالات السوداء ممكن نستخدم التقشير الكيميائي، ممكن التقشير بالليزر، وممكن أشياء أخف هي الكاربوكسي ثيرابي وهي تساعد على النضارة أكثر. أي. وممكن البلازما، علاج بالبلازما جدا يساعد، يغذي البشرة حوالي الجفون وحوالي العيون وحوالي الوجه عموما. نعم. فهذه يعني الاحتياطات للي ما عندهم ترهلات، للي هم خفيف إلى متوسط. نعم. الهالات السوداء عندهم. اللي عندهم ترهلات ندخل في أشياء أكثر. نعم. أكثر تعقيد يعني أتوقع. أي. تحتاج هني المريضة جراحة. إحنا كان ودنا نكمل الأمانة ونتكلم أيضا عن ترهلات الجفون، لكن أكيد راح تكونين ضيفة قادمة في حلقات قادمة في شاي الضحى. كل الشكر لك دكتورة منى العنزي استشاري طب وجراحة العيون، نورتينا في شاي الضحى. شكرا لك. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك فاطمة. يعني الألوان تأثر علينا تأثير كبير الصراحة. صح. خصوصا لما تقولين في ألوان حلوة، احنا البنات نحب مثل وردي بنفسجي. نعم. فعلا هذه الالوان تحسين انها تعطي يعني جمال حتى حق المكان. لاحظي الاستوديو. نعم. احنا عندنا ترى في الوان احنا نحبها خصوصا اللون البنفسجي، ففعلا الالوان تاثر على حياتنا. نعرف ان في الوان بارده وفي الوان ساخنه، في الوان نقول عنها زرقاء، نشعر ان هنا فعلا في الوان تخلينا نستانس ونحس ان احنا فعلا نعيش في جو جدا متميز، خصوصا لما يكون الالوان هذه تخليك انت في المكان ريلاكس وفعلا تحسينه وايد هذه المكان. على فكره يقولون لون البنفسجي يخلي الواحد يركز ويفكر. لون التفكير يعني. فحلو اختيار مهندسه الديكور وفريق او مهندس عفوا الديكور لالوان الاستديو، خاصه اللون البنفسجي. اكثر لون تحبين اسماء شنو؟ وبسرعه لازم افكر. لون الابيض. الابيض. اي الابيض عاد نسجي مع الالوان الثانيه عادي، بس المهم لازم يكون هو بالنسبه لي لون اساسي، لان احسه لون السلام كذي والامان. صح. فعلا اللون هذا. فعلا انا زين لابسه لون تحبين اليوم. انا بالنسبه لي اللون الاحمر لون مميز. المهم اليوم راح نتكلم من خلال هذه الفقره عن اللون البنفسجي، ويعتبر لون السنه 2017 بالنسبه للديكورات. راح نشوف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير.